العالم عم يتطور وهيك نحن بخطى ثابتة منواكب هالتطور ومنروح لبعيد حتى نكتشف كل جديد. برؤية واضحة ننظر للمدى حتى نحقق طموحاتنا وبثقة تامة منواجه التحديات حتى نرسم طريقنا للإنجاز والتفوق. وأكيد ما في شي بيوقف بدربنا لما يكون في عنا أهل بيوثقوا فينا وواقفين حدنا منوثق فيهم ومنعتمد عليهم. ولأنه بالاعتماد المصرفي في عنا أهل بيأمنوا أنه صناعة الإنجاز منا إعجاز. الاعتماد المصرفي أهل للاعتماد.